اهلا بيكم في يوم جديد من ايام روايح من بلدنا في رمضان. النهارده هنرسم صوره حلوه قوي، ريحتها حلوه جدا ومختلفه وطعمها جميل. هنشيلها كده مع بعض ونحطها في البوم ذكرياتنا بتاع رمضان. النهارده صورتنا بسيطه وسهله، ولو حد معدته تعبانه هتريحه. طبختنا مش هنحط فيها اي نوع من التوابل غير الكمون. هعمل لكم كمونيه فراخ بس بطريقه مختلفه شويه، مش بس هحط معاها بصل، لا هزود معاها نوع من القيمة الغذائية شوية، ان انا هحط معاها جزر. الجزر فيه نسبة مية وفيتامينات كتير، وهحط معاها بطاطس محمرة، يعني هتدلعها كده وتحليها شوية. مقادير ايه؟ عندي كمية من الفراخ الاوراك المخلية، انا اخترت الوراك عشان تبقى طرية وتمتص قوي الريحة والطعم بتاع الكمون. عندي بقى كمية بصل، يعني لو انا جايبة كيلو فراخ عايزه تقريبا 4 بصلات كبار ومقطعاهم خشن. عندي جزر، بس هولع هنا اسخن الحله. وعندي بطاطس محمره، عندي فلفل اخضر، طماطم شايله قلبها ومقطعاها صغير حوالي طماطميتين كبار. عندي زي ما دايما بقول زبده او زيت، والخيار ليكم في الاستخدام. انا عن نفسي هنا في الكمونيه هحط زبده مع زيت عشان الزبده بتحليها. هجيب معلقه، ولا بلاش اخد دي، انا بستحرم بصراحه حته الزبده اللي بتتبقى في المعلقه، فانا هاخد اللي انا هقلب بيها على طول. بصوا انا هنا هحط الزبده قبل الزيت، وحط حته زبده كويسه، لان انا شايله الدهون في الفراخ كلها بتيجي من الجلد، فانا شايله الجلد. الوراك فيها سنه دهون بس مش كتيره. النهارده بقى مش هنحط مستكه، المستكة هنا ملهاش لازمة لأن البطل في أكلتنا هو الكمون، فأنا هحط هنا كمون. وعايزة أحط الزبدة، دايما بنحط الزيت قبل الزبدة، لا عايزة الزبدة تاخد سنة، يعني هي السخونة عشان تكرمل سنة كده مع الفراخ. هو المفروض أنا هحط على الطبخة بتاعتي معلقة كمون، بس أنا في الأول هحط رشة تنكه الفراخ. مش هحط الفراخ إلا لما الدنيا تسخن هنا عندي قوي. بصوا هاتوا حاجة القاع بتاعها تقيل وسميكة واستعملوها، هتشيل كمية حرارة، هتاخد منكم دقيقتين تلاتة أكتر على ما تسخن، بس النتيجة في التسوية بتكون أكتر من رائعة. هاخد بقى الأوراق بتاعتنا الجميلة دي، هحط واحد في الأول وهشوف. لا لسه الدنيا عندي هنا برضو مش سخنة قوي، مش سخنة بالقدر الكافي إن أنا أحط الباقي. انا عايزه كمان الزبده تفوح لها ريحه شويه. هحط بالراحه، انا مش مستعجله على حاجه. وجيبوا جناب الطاسه كده بتبقى شايله حراره، بصوا بدات بقى لما تسخن معايا بدات الشكشكه جامده. انا لو احتجت ازود زيت بقى هزود، بس هي كده كويس قوي. وكل واحد برضو موضوع السمنه ده، احنا مش بنعمل حاجه بمقدار، ده مش مخبوزات ولا حلويات، متروك لينا. عايزين نزودها عاوزين نقللها زي ما نحب. انا حاطه هنا تقريبا قيمه معلقتين كبار. بصوا انا بجيب الفراخ على حتى الجناب عشان ايه كلها تسخن. اوسع حته كده واحط الكام واحده دول اللي باقيين. فراخ يعني لازم نتعامل معاها بحذر وغسيل ايدين على طول. هاخد بقى الفوطه وامسك هنا، مش عايزه برضو اقلبها كتير، انا عايزه اسيبها كده اهو عشان ما تقعدش تنزل ميه، بعد شويه اقلب فيها، انا بس فرقتها. تعالوا بقى احنا النهارده هنعمل مع الكمونيه بتاعتنا رز ابيض. كان ممكن اجيب الرز الابيض مستوي، في اوقات كتيره بقول رز ابيض وبطلع رز ابيض للتقديم مستوي جاهز، بس انا النهارده الحلقه رايقه وبعمل الكمونيه بهدوء، فقلت ايه برضو في ناس بيبقوا لسه اول مره يقعدوا ويشوفوا، فهنعمل الرز معاهم خطوه بخطوه. هحط حبه زيت، تقريبا كل كوبايه رز بتاخد معلقتين ماده دهنيه.
يا زيت يا زبده يا زبده على زيت، يعني زي ما نحب الماده الدهنيه اللي نحب نحطها. انا هنا حطيت زيت وهحط حته زبده، الزيت بيفرفط الرز وبيبقى جميل جدا على فكره. بس وهسيبها كده اهو تسخن. وهجيب الرز بتاعنا واحطه، دول 3 كوبايات رز، فانا حاطه ما يعادل 6 معالق. وهقلبهم. انا هنا مش عايزه اجي ناحيه الفراخ عشان ما انزلش ميتها، انا عايزاها هي كده اهو مع نفسها تعيش حياتها. وبتبخر على طول، الطاسه سخنه جدا بس علشان الزبده برضو فيها كميه من اللبن، على ما الزبده تبخر اللبن اللي فيها. مع اني انا خليتها شويه في الاول لما بدات ريحه كرمله اللبن تظهر اللي فيها، دي بتدي نكهه حلوه قوي للفراخ، يعني نكهتها بتليق مع نكهه الكمون. بس فسبتهم وهبدا اقلب كل شويه هقلبهم. شايفين رمضان ايامه بتجري بسرعه ازاي؟ خلاص من هنا ورايح بقى العد التنازلي هيبدا. هنبدا ندور بقى هنعمل ايه يا ترى، كحك عيد، هنجيب لبس يا ترى ايه، وهيبدا بقى العد التنازلي ونبص نلاقي الايام بسرعه جريت. بس انا عايزاكم في كل ايام رمضان ما تنسوش اوله زي نصه زي اخره. ولادكم الصغيرين اللي بتشجعوهم واول مره يصوموا اهتموا بيهم، الساعه بتاعتهم زيها زي ساعه العباده، زي ما عامله لنفسك ساعه تقعدي وتتعبدي فيها ربنا وتقري قران وتعيشي حياه روحانيه مع نفسك، اوعي تنسي ولادك. هما الساعه دي بالنسبه لك يعني هي دي اقصى عباده ممكن تعمليها، لان انت بتربي جيل. اقعدي معاهم كلميهم، اعملوا نشاط مع بعض، ما تخليش يومهم يروح كده هوت، ما ينفعش يومهم يروح كده من غير ما يستفيدوا منه. خليهم يعملوا اي نشاط كده في اليوم وانت مشاركاهم فيه. انشطتكم كلها جمعوها اللي عملتوها، العيد افرحوا بيها. لو عملتوا مثلا علب بيتحط فيها حلويات، عملتم اشكال حلوه زينوا بيها الشقه يوم العيد، لو جاي لكم ضيوف او رايحين في حته ممكن تحطوا فيها هدايا. يعني انا عايزاكم تخلوا ولادكم قاعدين كده قاعده في رمضان وفي الاجازه تكون قاعده في نفس الوقت منتجه. منتجه يعني ايه؟ يعني منتجه لافكارهم، منتجه لطاقتهم، بتمتص كل الطاقات الايجابيه اللي عندهم، وانتوا جزء اساسي في الموضوع ده. لو الام والاب ما كانوش جزء اساسي في ان هم يعرفوا انشطه ولادهم ايه وهواياتهم ايه وينموها، هيضيعوا على نفسهم كتير قوي. دلوقتي بقى انا هجيب البصل كده، عندي الفراخ اتشوحت تشويحه حلوه، هحط البصل وهبدا بقى اشوح لما البصل تفوح له ريحه جميله. بس طالما حطيت البصل هجيب بقيه الكمون. فين الكمون؟ اهو اهو الكمون. بقيت معلقه الكمون، هي كمونيه يعني عايزه كمون، هو الطعم المميز ليها طعم الكمون. مجرد ما الفراخ تبدا ما فيهاش سوائل والبصله تبدا سنه هتدي لون، هي مش هتدي لون قوي بس احنا هنحس بالريحه. هنروح حاطين بقى حاجتنا، هنحط الجزر وهحط الفلفل وهحط الطماطم وهقلب، ولو احتاجت تتزود شوية مية هزودها واسيبها بالظبط 10 دقايق على النار او 7 دقايق، وهسقي الرز واسيبكم اطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني، استنوني.